السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا مساء؟ اقول عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم زميلك احمد خالد من الفرقة الخامسة. ان شاء الله اشرح لكم النهاردة مراجعة توتوريال البايو كيمستري في مديول الجي اي تي بعنوان فات ليفر اند لايبوتروبيك فاكتورز. من العنوان كده فات ليفر يعني ايه؟ يعني كبد مدهن. ايه كبد مدهن ده؟ يعني زيادة نسبة الفات او يحصل اكيوميليشن للفات في الليفر. تمام؟ طب هو الليفر اساسا ما فيهوش فات؟ لا، الليفر فيه فات، بس ليه في فات بنسبة معينة تقدر ب4% من وزنه. يعني لو الليفر ده 3 كيلو في 120 جرام. تمام؟ اما الفات ليفر هو ان يصل كمية الفات ايه موجودة في الليفر ل40% من وزنه. يعني ال 3 كيلو دول يبقى منهم كام؟ 1200 جرام كيلو وايه و200 جرام. تمام؟ ده كده تعريف الفات ليفر. طيب الفات ليفر ده اي نوع من الفات؟ لا، هو في نوع معين من الفات هو اللي بيحصل له الكلام ده، وهو الايه؟ هو التاج. تمام؟ ده كده اول حاجه اللي هو ايه تعريف الفات ليفر. طيب اللايبوتروبيك فاكتورز، اللايبوتروبيك فاكتورز هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن عوامل تمنع حدوث الفات ليفر. تمام؟ او هي عوامل مهمه علشان ما يحصلش الفات ليفر. تمام. طيب ده كده بدايه كده كتعريف عن الموضوع. نبدا كده على طول، او قبل ما نبدا حابب نفتكر زمايلنا اللي توفوا، ندعي لهم ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم في سكن جناته يا رب، اللهم امين. وما تنسوش شباب اهلنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويثبتهم ويقعدهم يا رب. اول صلاه عندنا هي بتقول بكلامك عن التعريف، انا اعتبر قلتها كلها. تعريف الفات ليفر انه عباره عن النورمال اكيوميشن الفات في او الترائس الجلوسر في الليفر سيلز. النورمالي ان الفات يمثل 4% من وزن الليفر. في حالات الفات ليفر او الاستياتوزس، ده نفس المصطلح، تمام، بيوصل ل 40%. وان الموضوع ده بيعمل شويه فايبروتيك تشينجز، وممكن يوصل للسيروزز اللي هو يعتبر اللي هو يسمى التليف الكبد، وبالتالي ده هيعمل امبيرمنت ليفر فانكشن، هتفقد وظيفه الكبد، يخش في ايه؟ يخش في هيباتيك فيلير، يعني فشل كبدي. تمام؟ طيب ضاف لك هنا مصطلح اسمه الناش. الناش ده اللي هو ايه؟ نون الكحوليك استياتو هيباتايتس. تمام؟ يعني ايه؟ يعني عباره عن هيباتايتس اللي هو انفلاميشن اوف ذا ليفر بارينكما. الانفلاميشن ده سببه الاستياتو اللي هو الدهون، بس الاستياتو دي يعني ايه؟ مش سببها الكحول. تمام؟ ليه؟ علشان الكحول اصلا بيعمل هيباتايتس. تمام؟ فالناش ده مصطلح يطلق على الايه؟ يطلق على الفاتي ليفر، وده مهم برضه. طيب تاني حاجة بيقول لك ايه اسباب الناش؟ ببساطة كده احنا الناش عندنا يعني إيه؟ سوري، اسباب الفات ليفر ايه؟ ان حصل اكيوموليشن للفات في الليفر. طب ايه عشان يحصل اكيوموليشن ده يكون سببه ايه؟ يا اما انا بصنع فات كتير، يا اما انا ما بست... إيه؟ بصنع المعدل العادي بتاعي بس انا مش عارف استخدمه. تمام. طيب ايه اسباب التصنيع؟ بس السؤال دي يعتبر ملخص المحاضره كلها او نص المحاضره، يعني جزء الفات ليفر. ايه اسباب التصنيع؟ هسالك سؤال، انت الفات او رأس الجسر ده اللي انت بتصنعه منين؟ والله انا عندي حاجتين، يا اما من اكسجينال سورس، من مصدر خارجي من بره، ان انا اكل كربوهيدرات او فات كتير، او من اندوجينال سورس ان انا ايه؟ الفات اللي موجود في الاديبوس تشو، في النسيج الدهني إيه الموجود في الجسم، بدا يتحرك بكميات كبيره من الاديبوس تشو للليفر. تمام؟ يجمع الاثنين دول عامل ايه او حاجه او ايه او شرط معين. تمام؟ الشرط ده هو عباره عن ايه؟ ان كميه الفات اللي بتنتج سواء كان بقى من بره، تمام، او اللي بتتنقل من الاديبوس تشو للليفر، تكون اكتر من قدره الليفر ان هو يكون حاجه اسمها في ال دي ال. تمام؟ ال في ال دي ال ده يعني very low density لايبو بروتين. تمام؟ ايه اللايبو بروتين؟ ايه الفيري لو دنسيتي لايبو بروتين ده؟ عباره عن ايه؟ عباره عن شيال. الشيال ده وظيفته ان هو ياخد الدهون اللي موجوده في الليفر يوديها للاديبوس تيشو او يوديها لباقي الجسم. تمام؟ طيب انت لو كميه الفات اللي انت بتكونها في الليفر اكتر من قدره الفي ال دي ال دي انها تنقلها من بره الليفر، اكيد الفات هيتجمع في الليفر. زي ما انت مثلا بتروح الموقف تلاقي كميه الناس كتير والعربيات قليله، فاكيد هتلاقي اكيوميليشن اوف ناس في الموقف. تمام؟ فهو نفس الفكره كده. تمام. طيب بعد كده بيكلمك عن ميكانيزم كل حاجه. طيب الاوفر فيدنج اوف كربوهيدرات بيعمل لك بيزود الترائس الجلوسر ازاي؟ قال لك عشان الكربوهيدرات دي بتتكسر، ولما تتكسر تديك حاجه اسمها اسيتايل كو اي،
كو اي، تمام. الهاستار كو اي ده ون من دوره ان هو يعمل ايه، ان هو ده وحده بناء الفاتي اسيد، تمام. فانا هاخد الاستار كو اي ده ون وابدا اعمل دو نوفو سينثيسيس اوف فاتي اسيد، يعني اخد الفاتي اخد الاستار كو اي مع الاستار كو اي مع الاستار كو اي ده ون لحد ما اكون فاتي اسيدز كتير، تمام. والفاتي اسيد دي اقدر اجيب جليسرول الممسكه فيها عشان تعملي طريق اسهل جليسرول، تمام. يبقى ده كده ايه الكربوهيدرات. طيب الفات، انت من البدايه انا مش ايه، انا مش هتعبك، انا مش هديك بقى ايه اسيتالكو ايه وانت تقعد تقعد تجمع عشان تعمل فاتي اسيد، لا ده انا هديك فاتي اسيد من البدايه، تمام. فالفاتي اسيد الفات الميكانيزم بتاعها ايه، انها بتزود الفري فاتي اسيد، لما تزود الفري فاتي اسيد تزود نسبه الايه التاج، تمام. طيب اما الاوفر موبيلايزيشن، الاوفر موبيلايزيشن ده يعني ايه، يعني انت جسمك بيكسر بيكسر الدهون، يعني بيعمل لايبوليسس. خلي بالك هنا انا بعمل لايبوجينيسس، انما هنا بعمل لايبوليسس، واللايبوليسس ده هيؤدي الى زياده الفري فاتي اسيد اللي الجسم هياخدها يوديها للليفر ويحصل لها اكيوميليشن الليفر، تمام. طب ايه هي الحاجات اللي بتعمل لك اوفر موبيلايزيشن؟ رقم واحد لو كربوهيدرات انتيك، تمام. اللو كربوهيدرات انتيك ده يعني شخص ما بياكلش كربوهيدرات كويس، سواء كان هو مثلا فقير في مجاعه كلام ده، او ان الشخص ده ماشي على حاجه اسمها كيتوجينيك دايت، تمام. سواء كان ده او ده، المهم ان عنده لو كربوهيدرات انتيك، فبالتالي الشخص ده هيعتمد على ايه كمصدر للطاقه، هيعتمد على الدهون، تمام. لما يعتمد على الدهون هيعمل اوفر موبلايزيشن للفات من الاديبوس تيشو للليفر، فيعمل لك ايه، يعمل لك الاستياتوزيس او الفاتي ليفر. طب تاني حاجه زيها الاستارفيشن، تمام، المجاعات. طب زيها الانفكشن، والانفكشن هنا بتعمل لك ايه، هي بتعمل لك انوركسيا، يعني إيه، سوري، بتعمل لك فقدان للشهيه، والفقدان للشهيه ده ما بيخليكش تاكل. طيب في بقى بعدهم ثلاثه دكتور، اول ثلاثه في بعدهم ثلاثه ايه اندوكرينال ديز اوردرز. ايه هم الثلاثه الاندوكرينال ديز اوردرز؟ اول حاجه الدايبيتس ميليتس اللي هو المرض البول السكري، تمام، مرض السكر يعني. طيب السكر ده بيعمل لك ده، بيعمل لك ده ازاي؟ هتعرف بعدين ان هو الجلوكوز، سوري، الانسولين ده هو الهرمون الوحيد اللي في الجسم اللي بيتخن، هو الهرمون الوحيد اللي في الجسم اللي بيزود لك اللايبوجينيسيس، تمام. فبالتالي نقص الهرمون الانسولين في مرض السكر هيؤدي الى نقص، سوري، اللايبوجينيسيس، ويزيد الايه، ويزيد اللايبوليسيس، فيعمل لك الاديبوس تيشو. ادي كده رقم ايه، رقم واحد. تاني حاجه ان برضو الانسولين كان دوره ان هو يدخلك الجلوكوز جوه الخلايا عشان تعرف تستعمله. طب دلوقتي الانسولين مش موجود، انت مش عارف تستعمل الجلوكوز اللي موجود في الدم عشان تدخله الخلايا، فبالتالي تستعمل ايه، تستعمل الفاتي اسيد، فبرضو يزود اللايبوليس. طيب زيه مين؟ زيه حاجه اسمها كوشنج سندروم. ايه الكوشنج سندروم ده؟ كوشنج سندروم ده مرض زياده هرمون الكورتيزون الذي يفرز من قشرة الغدة الكظرية من الادرينال كورتكس، تمام؟ تمام. طيب ايه فكرة المرض ده؟ ان الكورتيزون ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن انتي انسولين هرمون، يعني بالمعنى التاني ان هو دايبيتوجينيك هرمون، يعني هرمون بيضاد عمل الانسولين فبيؤدي الى حدوث الدايبيتس، تمام؟ تمام. طيب اخر حاجة اسمها الهايبر ثايرويديزم، تمام. الهايبر ثايرويديزم ده يعني ايه؟ يعني زياده في الثايرويد هرمون، والثايرويد هرمون ده من الهرمونات اللي او هو الهرمون الوحيد اللي بيبقى ماشي رافع شعار ايه، شعللها شعلل ولعها ولع، تمام. فهو بيبقى ماشي بيكسر الدهون، ولما يكسر الدهون هيعمل اوفر موبلايزيشن من الدهون من الاديبوس تيشو للليفر، فبالتالي هيدخلك ايه، هيدخلك في استياتوز، تمام. تمام، ادي كده ايه يعتبر الجزء الاولاني من المحاضره اللي هو زياده السنسز، تمام. قلنا اوفر فيدنج واوفر موبلايزيشن. خلي بالك بس هنا حاجه، ان هو بيقول لك ايه، ان هو اوفر موبلايزيشن اوف الفات من الاديبوس تيشو للليفر، تمام. ليه؟ علشان هنا من اسباب نقص اليوزج ايه، اندر موبلايزيشن اوف الفات من الليفر للاديبوس تيشو، تمام. خلي بالك عشان دي بيحب يلعب فيها في الامتحان. طيب يبقى احنا اتكلمنا عن النص الاولاني. طيب النص الثاني اندر يوزج اوف طريقة سايجرس، ناقص استعمال طريقة سايجرس. طب ثانية طريقة سايجرس دي كنا بنستعملها ازاي؟ قال لك ان لما الليفر كان بيكون طريقة سايجرس كان بيعمل لها موبيلايزيشن، يعني يحركها من الليفر تروح لباقي الانسجه، ولما لما ينقلها لباقي الانسجه تعمل لها اكسيديشن. فاي خلل في الاكسيديشن او اي خلل في النقل يعمل لك ايه، يعمل لك فاتي ليفر او استاتوس، تمام. تمام. طب
الاندر اوكسيديشن ده ممكن يكون سببه ايه؟ سببه نقص الكارنيتين، والكارنيتين دون ده ده الشيال اللي بياخد الفاتي اسيد يدخله جوه الميتوكوندريا، تمام، او نقص البنتوسونيك اسيد، والبنتوسونيك اسيد ده كان بيدخل في تركيب الكو اش، والكو اش ده اللي بيخلي الاستايل كو اي يبقى اكتيف، او سوري الاسايل اللي هو الفاتي اسيد ده يخليه اكتيف علشان ياخدوا الكارنيتين ويدخله جوه الميتوكوندريا، او الالكحوليزم، تمام. طيب الالكحوليزم ده ليه ميكانيزم هنا وليه ميكانيزم هنا، تمام، هو بيشتغل بالديوال ميكانيزم. خلي بالك عشان ده سؤال بيجي في الامتحان برضه. الكحول ليه اتنين ميكانيزم ازاي؟ قال لك ان انا لو اكسدت الكحول، تمام، هيديني ايه؟ هيديني حاجه اسمها ناد اتش بلس اتش، تمام. الناد اتش بلس اتش ده وان دوره ايه؟ قال لك دوره ان هو بيروح الكريبس سايكل يديك طاقه، تمام. طيب فالجسم ساعتها لما يلاقي فيه ناد اتش بلس اتش جاي من الكحول اهو والدنيا لذيذه، هيقول لك هو انا محتاج اكسر دهون ليه؟ ما انا عندي اهو المصدر اللي بيديني الطاقه. او بمعنى تاني شغل البايو بقى ان هو الناد اتش بلس اتش ده بيرجع يعمل نيجاتيف فيدباك انهيبيشن على الفاتي اسيد اوكسيديشن، فبالتالي يعمل لك ايه؟ يقلل الاوكسيديشن بتاعها، فبالتالي يقلل اليوزج، فبيعمل لك فاتي ليفر. طب الميكانيزم التاني قال لك ان الكحول ده لما باكسده بنتج حاجه اسمها الدهيد، مش اي الكحول بيدي الدهايد، تمام. الالدهايد ده بقى لما اكسده يديك الاستايل كو اي. قال لا ده الاستايل كو اي اللي كان الكربوهيدرات بيديهولي، اه، فانا هاخد بقى الاستايل كو اي مع استايل كو اي مع استايل كو اي اكون الفاتي اسيد، وفاتي اسيد مع فاتي اسيد اكون التاج، والتاج مع تاج يعمل لي ايه؟ اعمل لي زياده في السينثيسز واعمل لي فاتي ليفر، تمام. فالالكحول بيشتغل كديوال ميكانيزم ازاي؟ عن طريق حاجتين، يزود النات بي اتش بلس اتش فبالتالي انهبيت الاكسيديشن، يدي الالدهيد، والالدهيد يدي الاستايل كو اي، وبالتالي هيزود الفاتي اسيد، وبالتالي يزود التاج، وبالتالي يعمل فاتي اسيد الفاتي ليفر، تمام. طيب اندر موبيلايزيشن، اندر موبيلايزيشن اوف فات من الليفر، لازم تعرف ازاي بيحصل الموبيلايزيشن. بيحصل الموبيلايزيشن عن طريق حاجه اسمها اللايبوبروتين، تمام. مش احنا بنقول لا يختلط الزيت بالماء؟ طب ازاي هيختلط الزيت اللي هو الفات في ايه؟ الميه اللي هي الايه؟ اللي هي الدم. بيختلط عن طريق حاجه اسمها لايبوبروتين، ده شيال بياخد الفات ينقله للتيشو. اللايبوبروتين ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجتين، جزء ليبيد بنسميه فوسفوليبيد اللي هو ده، وجزء بروتين بنسميه ابو بروتين، تمام. فبالتالي نقص الابو بروتين او نقص الفوسفوليبيد ده يؤدي الى حدوث ايه؟ يؤدي الى حدوث الاندر موبيلايزيشن، نقص الليبوبروتين اللي هيؤدي الى عدم نقل الفاتي اسيد من الليفر لباقي الجسم، بالتالي نقص اليوسج، وبالتالي حدوث الفاتي ليفر، تمام. طيب ايه اسباب نقص البروتين؟ ببساطه انت ما بتاخدش الهاي بيولوجيكال فاليو في الايه، في ما بتاخدش الهاي بيولوجيكال فاليو بروتين في الغذاء. احنا عارفين ان البروتين ده من اسامه حاجه اسمها هاي بيولوجيكال فاليو، يعني بروتين يحتوي على كل الاسينشال امينو اسيدز، الاحماض الامينيه اللي انت تحتاجها في الغذاء، تمام، ولو بيولوجيكال فاليو. فانت لو ما بتاخدش الهاي بيولوجيكال فاليو ده هيؤدي الى حدوث الديفيشنسي في البروتين، فيؤدي الى الايه؟ الفاتي ليفر. طيب في حاجات تانية، في مجموعة من التوكسين زي الأرزينيك و سي سي ال 4، تمام، ده برضو بيؤدي إلى حدوث بيؤدي إلى إيه؟ مشاكل برضو في البروتين، وبالتالي يؤدي إلى إيه؟ فاتي ليفر. أو آخر حاجة عندنا وهي الإيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد، مرض وراثي اسمه أ بيتا لايبو بروتينيميا، تمام. ايه بيتا يعني ايه؟ يعني ديفيشنسي في الابو بروتين بي 100، تمام، لايبو بروتين. الابو بي 100 ده نوع من البروتين اللي بيبقى موجود في اللايبو بروتين، تمام. فلو هو في ديفيشنسي بالتالي اللايبو بروتين مش هيتكون، هيدخلني في الايه؟ هيدخلني في موضوع نقص اليوزج، فيدخل الفاتي ليفر. طب الفوسفوليبيد، الفوسفوليبيد ده قال لك ليها سببين. اول حاجه ان انت ما بتاخدش الاسينشال فاتي اسيد، زي ما انت هنا ما بتاخدش الاسينشال امينو اسيد، لا هنا ما بتاخدش الاسينشال فاتي اسيد. تاني سبب ان انت ما بتاخدش حاجه اسمها نيتروجينس بيزز زي الاينوزيتول والسرين والكولين، تمام، الاي اس سي. طيب كده يعتبر انا خلصت المحاضره كلها، ناقص لي فيها سلايدين بس. ايه هما الاستادين؟ هو الاستادين بتوع اللايبوتروبيك فاكتورز، تمام. قلنا اللايبوتروبيك فاكتورز عباره عن ايه؟ عباره عن مواد
مهمه جدا جدا عشان تعمل موبلايزيشن اوف تاج من الليفر. طب اسالك سؤال، مين اللي بيعمل موبلايزيشن للتاج من الليفر؟ هتقول لي جبت، هتقول لي حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ الليبوبروتين اللي هو عباره عن ايه، عباره عن ليبيد بارت اللي هو الفوسفوليبيد بارت والبروتين بارت، تمام؟ فهي عباره عن مواد انا بحتاجها للبروتين سينثيز، احتاجها للفوسفوليبيد سينثيز، وبقى اضيف عليها حاجه اسمها مواد تتم على الليبيد بيروكسيديشن، تمام؟ مش اوكسيديشن، لا بيروكسيديشن. طيب ايه هما بقى المواد دي؟ بالراحه قلنا مواد بحتاجها للبروتين سينثيز. ايه اول ماده؟ حاجه اسمها الهاي بيولوجيكال فاليو بروتين، واحنا قلناها ان احنا بنحتاجها ك اسينشال، عشان فيها الاسينشال امينو اسيدز اللي انت محتاجها اللي انت ما تعرفش تكونها في جسمك. طيب تاني حاجه بقى، حاجه اسمها الميثايل دونر، تمام؟ ايه الميثايل دونر دون؟ يعني هي مواد تقدر تتبرع لي بمجموعه الميثايل، علشان انا محتاج الميثايل في صناعه حاجه اسمها الكولين والكارنيتين. الكولين والكارنيتين دون، الكارنيتين ده كان ايه؟ ده كان البوابه اللي بتاخد الفاتي اسيد عشان تدخله ايه جوه الميتوكوندريا، تمام؟ طب الكولين ده، الكولين ده كان نيتروجينس بيز، النيتروجينس بيز ده كنت بحتاجه عشان ايه؟ عشان الفوسفوليبيد سينثيسيس، تمام؟ فقال لك عشان اصنع ده او ده انا بحتاج مجموعه الميثايل. طب مين اللي بيتبرع لي بيها؟ اللي بيتبرع لي بيها في الميثيونين، وده احنا بنسميه الميثايل ميثايل دونر، تمام؟ وده امينو اسيد بنسميه الميثايل دونر. طيب اللفظ ده ملتزم بيه، بس مش هو الوحيد اللي يقدر يتبرع بالميثايل، تمام؟ مين التاني اللي يقدر يتبرع بالميثايل؟ الفوليك اسيد والفيتامين بي 12 والجلايسين بيتين، تمام؟ فالثلاث مواد دول، او الثلاث مواد دول اللي انا بعتبر الفوليك اسيد والفيتامين بي 12 ايه، ماده واحده، تمام؟ الميثيونين والجلايسين بيتين والفوليك اسيد والفيتامين بي 12، الثلاثه دول بيقدروا يتبرعوا لايه؟ للميثايل جروب، تمام؟ طيب الفوسفوليبيد، قلنا الفوسفوليبيد ده انا محتاج فيه ايه؟ بحتاج فيه الاسينشال فاتي اسيد، بحتاج الانيزيتول، وبحتاج الكولين، تمام؟ يبقى لي بيبقى مين؟ يبقى لي الماده، المادتين اللي بيعملوا انهبيت الليبيد بيروكسيديشن اللي هم الفيتامين اي والسيلينين، تمام؟ ومهم ان انا اعرف الاسامي دول كلهم. اه مهم ليه؟ علشان بيجي لك في الامتحان ام سي كيو ويتش اوف ذا فولوينج انهبيت الليبيد ايه؟ انهبيت ال، اللهم صل على محمد، انهبيت الليبيد بيروكسيديشن، او ويتش اوف ذا فولوينج از ا لايبوتروبيك فاكتور، وهكذا، تمام؟ بس كده خلصت المحاضره بتاعتنا. في مجموعه اسئله يعني هتلاقوا حلها يعني في الفايل الاسئله ان شاء الله. شكرا ليكم، واتمنى ان تكونوا استفدتوا ومكنش ضيعتوا وقتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.